عودنا المشاهدين والمشاهدات انه نبدا دائما بحزمه افراحنا، تكون في الرياض، تكون في القاهره، تكون في باريس، حزمه افراحنا السعوديه ثابته. ايش عندنا من حزمه افراح اليوم؟ والله شوف للامانه وانا بختار الاسبوع ذا تتزاحم علي الاخبار، تتزاحم الاخبار المفرحه من كل محل، لكن اعتقد انه تطوير الصناعات السعوديه اللي افتتحه سمو ولي العهد كان هو اعلى الاخبار المفرحه، يعني طاقه كبيره للبلد ان شاء الله، اقتصاد قوي للبلد. هو صحيح يركز على التعدين، انا اتمنى انه نرى كلمه صنعه في السعوديه تلف العالم وبجودة عالية. ترى اليابان يا أبو يحيى قبل 40 سنة وأنا صغير كانوا يقولون هذا أصلي ولا ياباني، كان الأصلي ضد الياباني، مع الزمن ومع التجربة تطورت اليابان وصارت من أفضل الدول في الصناعة، فأنا مستبشر خيرا بتطوير الصناعات السعودية، وهو أحد مشاريع أو أحد برامج 2030. أيضا أرباح البنوك في ديسمبر 4 مليار بنسبة 51% عن العام الماضي، هذا طيب، بس عاد نبغى البنوك تدفع الزكاة، الزكاة الاجتماعية، المسؤولية الاجتماعية. أيضا في مؤشر جي بي مورغان للسندات الأسهم أزاحت السعودية روسيا من المركز الخامس وحلت محلها، وهذا مؤشر ممتاز على الاقتصاد ويسعدنا كثيرا. أيضا الدول السعودية أصبحت الآن رائدة في الخدمات اللوجستية. أخبار اليوم خليتها اقتصادية لأنه الاقتصاد هو عصب الحياة. يا سلام، جميل. وأنا